سيدنا جدي أنت يا ست بنات وولد واحد. هذا الولد اللي هو خالي جدي زوجه وهو بعمر صغير يعني 14 سنة قبل سن البلوغ. قبل الحكومات يعني قبل 2003 اللي زوج قبل سن البلوغ إذا صارت عنده خلفة مثلا ولد أو بنية ما سجله ما تصدر الجنسية. فجدي سوى خالو صارت عنده بنية فجدي سوى اجى سجل البنية باسمه. البنية صارت باسم جدي لأن خالو بعد ما بالغ المهم بقيت باسم جدي اليوم من خالو. فجدي توفى عنده بيت ورثة اتقسم البيت يعني خالي وخالاتي اتقسم البيت بيناتهم. هاي اللي بيت خالي اللي سجلها جدي باسمه هسه طالبت بالورث. قلت لهم انا اريد ورث وياكم لان انا مسجله باسم الحجي جدي اللي هو داود. فقالت انا اريد ورث فاخذت الورث. هذا شنو حلال حرام؟ واضح. شكرا للاخ الكريم صاحب الرساله. تفضلوا سيدنا. في الواقع هذا السؤال يدعونا إلى أن نجيب عليه بجوابين مهمين. الجواب الأول هذه من مشاكل القانون الأحوال الشخصية النافذ. قانون الأحوال الشخصية النافذ الذي هو نحن ندعو لتعديله وبإلحاح أنه يمنع من كان دون 18 سنة أن يسجل عقده. ولذلك هذا المسكين صار عنده طفلة لا يتسجل لأنه دون هو يقول دون سن البلوغ يعني يقصد القانوني وإلا هو صار عنده طفلة شلون بلوغ يعني. فالقانون المجحف بالنسبة لهؤلاء جعل الجد أن يسجل بنت ابنه باسمه هو فصارت حفيدته بنته وأخت لأبيها قانونا وصارت مشكلة على أنه تشترك مع والدها ومع أعمامها وعماتها بالإرث. لا يجوز لها ذلك. نعم. لا يجوز قانونا. نعم هي أختهم ولكن شرعا هي الطبقة الأخرى يعني بنت الحفيدة حفيدة والحفيدة لا تشارك أعمامها وعماتها في الإرث طبقة أخرى. قولوا لها لا يجوز لك أن تأخذي حتى لو سمح لك القانون الغير الصحيح المجحف الغلط اللي ندعو ونجدد دعوتنا إلى تعديله ونلح على ذلك لأنه في الواقع يوقع الأسر والعوائل في مشاكل ومطبات منها هذه المطبة والمشكلة الكبيرة.